مفتش الشرطة غارسيا الذي أقل سيباستيان وبيل في سيارته نظم حملة تفتيش لملاحقتهما بعد أن فرا هاربين باتجاه الجبال، حيث التقاهما ريزو الذي وعدهما بإخفائهما عن الشرطة. واستعمل غارسيا طائرة ماروكا لمطاردتهما. المفتش غارسيا علمنا في هذه الطائرة. يا له من مفتش عنيد، سيمسك بنا. لكنه لا يستطيع الهبوط. لم أقصد ذلك، مع هذا الضجيج ستجدنا فرقة مطاردة بسهولة. في هذه الحالة يجب أن نضلل الطائرة. ماذا؟ هناك كهف صالح للاختباء، لا يمكنهم رؤيته حتى من الطائرة. أنا لا مانع عندي من القيام بذلك، لكنهم لن يهتموا لي. سأقوم أنا بذلك. حقا؟ لا تنسى أن بال قوي، من المستحيل عليك أن تحاول أخذه، فالأفضل أن لا تحاول. أعرف ذلك. سأعود قريبا، كن هادئا. إلى اللقاء. أثناء محاولة سيباستيان تضليل الطائرة، أجبر ريزو بيل على ابتلاع السم. ذهبت الطائرة، لنعد الآن إلى باليا بوتشي. عطل ما لضغط الزيت، كان الأمر فظيعا. أصلحيها بسرعة، ليس لنا وقت، أسرعي. إصلاحها يستغرق وقتا طويلا، نحتاج لقطع جديدة. سأزودك بكل ما تحتاجينه إذا كان موجودا، طالما أنت تتعاونين معنا. شكرا لك، أنا أيضا أريد إيجاد الصبي، لا تقلق أيها المفتش. حسنا، سأتصل بالمسؤول عن المركز الرئيسي فورا. سأتصل بالمركز لإرسال فرقة الإصلاح، أثناء ذلك سأعود لفرقة المطاردة، تابعي عمليات التفتيش على إصلاح الطائرة. أنا لا أعمل تحت أمرتك أيها المفتش. يا له من رجل يعطي الأوامر دائما. لكنه رجل طيب نوعا ما، وأصدار الأوامر من طبيعة عمله. أتساءل إذا كان سيباستيان بخير.
بوتي، يجب أن نعود إلى بال. هيا حاول أن تجد آثاره. آسف أيها الكلب الأبيض، هذه هي نهاية صداقتك مع سيباستيان. لم أكن أتصور أنني سأنجح هكذا، لا نكهة لا رائحة، حتى أنت لم تلاحظ شيئا. كان عملا رائعا. سأذهب وأشاهد العرض الثاني. إلى اللقاء. سأنال منهم هذه المرة. اذهبوا اتبعوهم دون أن تدعوهم يلاحظونكم. استعد لإطلاق النار يا لارو. حاضر سيدي. هيا بنا، انتهى أمرك أيها الأبيض الشرير. ماذا به؟ هل هو نائم أيها المفتش؟ إنه ميت. لا تكن سخيفا. ريزو اختفى، هل فعل شيئا لهذا الكلب؟ ها؟ مستحيل أن يقوم ريزو به. إنه ميت. يا للخسارة. كان كلبا قويا. Thank you.
الحياة هكذا، لكل شيء نهاية. لم أقصد قتل الكلب، أردت اعتقاله حيا وتسليمه إلى المراجع، لكن ريز اللعين خدعني. ما جرى لا يمكن تغييره، نلت من الكلب على أي حال، كنت تحاول جاهدا، لقد أنهيت واجباتك. هذه ليست طريقتي. بخصوص الصبي يجب أن تعيده إلى فرنسا. هذه قساوة، لا أستطيع إخباره ذلك، لا أستطيع. لا تكن سخيفا، هذا واجبنا يا غاسيا. سأهتم به لفترة ما قبل إخباره. إذا كان ذلك يناسبك، إنه منطوى على نفسه، لا يستطيع الكلام، إنه حزين جدا. سأتوقف بالقرب من قبر بال أثناء عودتنا لتودعه. حسنا، لقد انتهيت. أنا تعب جدا. سأعجبني رؤيتك ثانية يا بيل. من هذا؟ الأفضل أن تبتعد أيتها الآنسة.
لا تفهم، انتهى كل شيء يا غارسيا. المفتش يتكلم. إنه لارو. ماذا يريد؟ أيها المفتش، لدي خبر هام. الماء الذي كان على جسم بيل لقد حللته. ماذا فعلت؟ نعم حللته. والنتيجة؟ يوجد نوع من الدواء يوقف التنفس مؤقتا، ممزوج مع الماء، مصدره أفريقيا كما يقال. على كل حال بيل سيستعيد تنفسه قريبا، يجب أن ينتشله فورا. ماذا انتشله؟ بسرعة، انتشله بسرعة قبل أن يفوت الأوان. إنه ما زال حيا. تنحني بيل. إذن أنت دسست السم إلى بيل. أنت على حق، وحاولت سرقة جثته أيضا. يدك من رجل. لدي سبب لقيامي بذلك يا أنسة. من اللطف أن تكوني قد أحضرت السيارة إلى هنا يا أنسة. أكملي صنيعك واربطي بيل بهذا المثلث. كلا لن أفعل هذا. لا يمكنك قول ذلك. ألا يعنيك أمر الولد؟ هذا ليس من شأنك أنت. أسرعي أسرعي وألا تأكل الصبي. أنا جاد بما أقوله. اربطي بيل بهذا الحبل. استيقظ قبل أوانه. تمهل يا بيل، أردت أن أحميك فقط. في خطر داهم يأتي بيل حالا إليك، ينقذك ويدور حولك، إنه يخشى عليك في السهول والدلال، في الحقول والمرور. يرشد الطائعين، يرشد التائهين. ما أحلاه، بل ينجح في كل ما يفعل. فقد عقله. ابقى حيا يا بيل، ابقى حيا يا بيل. أنا محتارة كليا، ماذا ستفعل الآن يا سيباستيان؟ أنا ذهب إلى غرناطة لرؤية أمي. حسنا، سأقلك إلى غرناطة، هذا وعد مني. شكرا، أنت نصيحة. ماذا قلت؟ تبا لها تلك المرأة مع الولد. ليست ثانية. اعتقله يا حضرة المفتش. إلى أين أنت ذاهب يا غارسيا؟ ذاهب لاعتقال الكلب الشرير. الفضل يعود للمفتش غارسيا. الصيانة كانت ممتازة. حسنا، إذا هيا بنا. نعم، لقد أوقعت هذه. إنها صورة أمي. هذا ما اعتقدته، إنها تشبهك. ها هو قادم، المفتش غارسيا.
استعدي. توقفوا توقفوا. تقومين بخيانتي. أنت على حق. إلى اللقاء يا سيد دانجا. يا حين الوقت للوداع. ما هذا؟ قمت بعمل رائع، سأدعوك إلى العشاء. ما هذا الذي معك؟ أرني إياه. هيا أرني إياه. لا شيء. وأنت أيضا يا بيل، لا تدعهم يمسكوا بك مرة ثانية. ماذا؟ لا شيء لا شيء. هذه السيارة نيفادا. ماذا؟